هو سيدي المصطفى، هو قدوتي وكفى، هو من غدا ذكره لحنا بكل الشفاء. هو سيدي المصطفى، هو قدوتي وكفى، هو من غدا. إعلان أبي طالب الحماية للنبي صلى الله عليه وسلم، صعد صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ونادى قبائل قريش ليدعوهم إلى الإسلام، فاستمعوا ثم انصرفوا وتفرقوا. بعد ذلك جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة للإسلام، فأخذ يعبد الله أمام أعين المشركين، وقد دخل كثير من الناس في دين الله عز وجل. كان موسم الحج قد أكثر، وقدم الناس إلى مكة للحج، فكانت قريش تقابل الناس الذين قدموا للحج وتحذرهم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعوته، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم امتثل لأمر ربه، فخرج يدعو الناس في منازلهم وأسواقهم لعبادة الله عز وجل، وقد استجاب الناس إلى دعوته صلى الله عليه وسلم. كشف الدجى بجماله، حاسوا لجميع خصاله، صلوا على